ونتابع أداء الأسواق العالمية مع لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إيكويتي. مرحبا بك لينا. يعني الأسواق اليوم تبدو على صورة من التفاؤل، وربما هو التفاؤل ببعض الأمال التي تتجدد في اللقاح من شركة موديرنا، والتي أظهرت ربما نتائج جيدة لاختباراتها على اللقاحات. يعني لازال الأمر بعيدا، ولكن الأسواق تبدو وكأنها تبحث عن أي نقطة ضوء للتفاعل الإيجابي. نعم، بالفعل أسواق الأسهم تفاعلت بشكل إيجابي، سواء الأسواق الأوروبية والأسواق وول ستريت، حيث ارتفعت وول ستريت ارتفاعات قوية، سواء على الـ S&P 500 ارتفاعات ب3%. نحن نتحدث عن قال حققه ب 23 من مارس، يعني ارتفعنا تقريبا 28%. تقريبا يعني هذه كانت المستويات 23% هي الأدنى منذ ديسمبر كانون الأول، وبالتالي هذه الارتفاعات عم نشاهدها هي فعلا بسبب وجود لقاح ضد فيروس كورونا، أعطى بعض التفاؤل. وأيضا يعني هناك تفاؤل أيضا بالمزيد من التحفيز النقدي من قبل يعني جيروم باول، سوف يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية مع وزير الخزانة الأمريكية في مجلس الشيوخ. هناك يعني حول رد فعل الاقتصاد على جائحة الكورونا، والمتوقع أن يكون يعني أنه لديه الكثير من التحفيز النقدي والمالي الذي سببها فيروس كورونا. وبالتالي يعني إذا تحدثنا عن الفدرالي الأمريكي 2.6 تريليون دولار يعني منح الفدرالي الأمريكي على استخدام، تم استخدام فقط 100 مليار دولار، يعني حوالي 12% من الناتج المحلي الأمريكي. بالتالي يعني هذا لا يشمل شراء الأصول وأيضا أسعار الفائدة، بالتالي هذا التفاؤل يعني ربما الأسوأ قد انتهى وبات وراءنا للأسواق الأمريكية. بالنسبة للانتعاشات اللي عم نشوفها أيضا لباقي الأسواق، هي بردة أيضا أسواق النفط التي ارتفعت بقوة، وبالتالي يظهر أنه التفاؤل في هذا الوقت يعني ربما يستمر على المدى القصير. طيب نشاهد أيضا تحول الأسواق الأوروبية إلى بعض التراجعات، يعني لماذا لا يعني يطال هذا التعافي الأسواق الأوروبية، على الرغم من أننا نشاهد العقود الأجلة لأمريكا حاليا على مكاسب، وأن الأسواق الآسيوية أغلقت على مكاسب أيضا. نعم، لكن الأسواق الأوروبية جلسة أمس كانت ارتفعت بسبب قوة أسعار النفط. يظهر أن اليوم يعني الأسواق الأوروبية يعني هي تتفاعل فقط مع الأخبار التي تسمعها، يعني رغم أنه في أخبار عن إنعاش أو خطة إنعاش من قبل فرنسا وألمانيا، خطتها ب 500 مليار يورو يعني لدعم أو مساعدة الدول المتضررة، وأيضا لمنح المفوضية الأوروبية اقتراض طويل الاجل. لكن التاثيرات يعني التي من جراء فيروس كورونا والبيانات السلبيه التي انهكت اقتصاد منطقه اليورو، يعني لا نستطيع ان يعني نقول انه سيحصل او يبقى هذا الانتعاش في اسواق الاسهم الاوروبيه. بالفعل يعني تضررت ويعني تراجعت، يعني ربما سنسمع اخبار ايجابيه عن اسعار النفط، عن وجود لقاح ربما تدعم بشكل لحظي الأسهم الأوروبية. برأيك أن أسعار النفط ستواصل المكاسب أم أنها قد تستقر حول هذه المستويات، يعني باعتبارها تعبر عن مستوى العرض والطلب حاليا؟ بالنسبة لأسعار النفط يعني احنا مرتفعين تقريبا، لمسنا مستويات 35 دولار للبرنت، وأيضا ارتفاعات كانت لنايمكس ب 32 دولار. هذه ارتفاعات يعني لم نشهدها منذ شهرين على أسعار النفط، حتى تنتهي اليوم عقود تسليم يونيو، نتحدث عن يعني سنبدأ غدا بتسليم يوليو، ولم يتكرر السيناريو الذي حصل في الشهر السابق بعقود تسليم مايو التي انهارت إلى ما دون الصفر. بالتالي كل الأمان يعني لدينا التحسن في النفط نتيجة أنه في تخفيضات إنتاج أوبيك بلس 9.7 مليون إضافة إلى التخفيضات الإضافية سواء من الإمارات والكويت، وأيضا تراجع الإنتاج الأمريكي المتوقع ب 1.7 مليون برميل. كلها راح يعني مسيس يعتبر تخفيض الإنتاج، لكن الطلب هناك تحسن مع بدء انتعاش الاقتصاد وحركة الطيران البدء والسفر. ربما عم نشاهد ارتفاع في الطلب، راح يتحسن الشهر يعني
يعني الشهر عن الشهر كل ما نشوف شهر عم يتقدم، مثلا اذا توقعنا 75 مليون طلب هالشهر رح نشوف تحسن بالشهر السابق، حتى نهايه عام 2020 رح يكون 95 مليون برميل يعني تحسن على الطلب على النفط، لكن لن يصل الى مستويات عام 2019. بالتالي التوقعات في عام 2020 يعني بدايه عام 2021 متوقع ان مستويات ال 40 و 50 دولار بالنسبه لبرنت يشاهدها، لكن بهالفتره متوقع ال 35 لبرنت. انا اشكرك لينا قنوع محلله الاسواق الماليه في إكويتي، شكرا جزيلا لك. عفوا انتهى الوقت للاسف.